ومعنا من فيينا الإعلامي والكاتب الصحفي زياد السنجري، مرحبا بك. نبدأ من موقع المونيتور الأمريكي الذي أعلن حكومة عبد المهدي تعاني انتشار الفساد وضعف الجهاز الإداري. إذن أين ما كان يشاع عن إصلاحات جذرية ومعالجات للفساد؟ مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة الرافدين. نعم، حكومة عبد المهدي التي لم ترى النور إلا خلال الفترة الماضية هي حكومة امتداد لمجموعة حكومات من بعد 2003، نفس النهج ونفس الطريقة تستخدم، وهي نظام المحاصصة والسرقة والفساد. لم تأتي بحكومة عبد المهدي بأي شيء جديد، بالعكس تم تكريس المنهج السابق وأكثر وضوحا. اليوم هناك مزايدات على مناصب وزير الداخلية ووزير الدفاع بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وهناك بورصات لهذه المناصب تباع وتشترى وتقسم من قبل الأحزاب، والكل يعلم بذلك وليس خافيا علينا. فالكثير من السياسيين العراقيين يعلنونها ويقولونها بكل صراحة عبر وسائل مختلف وسائل الإعلام، ولا يوجد شيء جديد في حكومة عبد المهدي إلا هي التكريس النظرة السابقة من الحكومات المتعاقبة في الفساد. النائب السابق رحيم الدراجي قال إن الفساد في العراق منظومة سياسية قبل أن يكون مشكلة رقابية، ما تفسيرك لهذا الكلام؟ هو تفسير دقيق. أعتقد بأن الفساد في العراق أصبح صفة ملازمة للحكومات التي حكمت العراق. الفساد هو جزء من التركيبة السياسية في العراق، يعني الفساد ليس عيبا يراه السياسيون، وإنما قالها في أحد المرات المهرج مشعان الجبوري، قال نحن نتفاخر عندما نأخذ كومنيشات أو نأخذ مقابل مادي مقابل صفقات معينة نعقدها أو عدم محاسبة الفاسدين. أعتقد بأن العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة، حتى محاصصة الفساد، هناك وزارات للحزب الفلاني ووزارات الحزب الفلاني، لا يتم المزايدة أو المناقصة أو اللعب بالعقود إلا وفق الحزب الفلاني. حتى التعيينات هي التعيينات موجودة مارستها السنة قبل الشيعة بالمناسبة، وليست غريبة على مجتمعنا، يعني حتى الأحزاب الإسلامية المحسوبة على السنة مثل الحزب الإسلامي التوافق نفس الحالة قام بذلك، وليست غريبة على المجتمع، وليست هي شيء ينكره السياسيين، وليس لم نأتي باكتشاف كبير بقدر ما هو تفاصيل يومية. لربما سمعنا بغرق 7 مليارات في هذا فساد، سمك يغرق بالماء، يعني فساد، وهو ليس فساد بقدر ما هو ضرب اقتصاد العراق باعتبار أن المصالح تتعارض مع إيران وهكذا. في هذا السياق أستاذ زياد، ما السبب برأيك بإحالة أغلب المشروعات في المحافظات الجنوبية كميسان والقادسية مثلا إلى الميليشيات والأذرع المسلحة للأحزاب هناك؟ حتى مدينة الموصل وحتى المدن الأخرى، كل تلك المدن في الجنوب وفي الشمال، اليوم لا يتم بيع وشراء منزل إلا بموافقة الميليشيات أو قطعة أرض سكنية في الموصل. أما في المناطق الأخرى في جنوب العراق، هناك آبار مخصصة للحزب الفلاني، هناك كتل سياسية في كل انتخابات تضخ أموال فاسدة لشراء أصوات الناس. هذه من أين تمول إذا لم يكن من المنصب الفلاني أو الفلاني أو الدائرة؟ تمول الأحزاب نفسها من خلال هذه المشروعات بالضبط، وبضوء أخضر إيراني مباشر. اليوم أتحدث عن مناطق كبيرة، أتحدث يعني أعطت مثال الآبار النفطية في جنوب الموصل. سابقا كانت داعش والغرافي الشرطة الاتحادية، الآن أصبحت لعلي الأكبر، الميليشيا علي الأكبر، أقول القيارة نجمة. وبالمناسبة من اتهمهم ومن اتهمهم من الأحزاب أو من الشخصيات السياسية الكردية هم متعاونين معهم، يعني لا تعتقد بأن الأحزاب الكردية في منع عن هذا الأمر، لأن كل النفط يمر على إيران عبر الشمال العراق في أربيل والسليمانية
وكل تلك الشركات مساهمة بطريقة أو بأخرى وفتاة سياسي حتى في شمال العراق. عمليات تهريب النفط. نعم. طيب الاتحاد الوطني الكردستاني قال أن هناك مافيا كبيرة تهرب النفط من حقول العراق باتجاه إيران وتركيا، والحكومة يعني تعلم بذلك. ما برأيك ما هذه المافيا؟ هل الحكومة متواطئة أم غير قادرة على السيطرة؟ الحكومة متواطئة وتعرف بذلك، وكذلك الاتحاد الكردستاني لأنه مقره السليمانية، والسليمانية محافظة حدودية مع إيران، ويمر النفط من هناك وبكل سلاسة، ومن أربيل وكل المناطق والمحافظات الحدودية. فالأحزاب والشخصيات السياسية الكردية موغلة بالفساد أكثر من الأحزاب السنية والشيعية. الكل، أنا نتحدث عن منهج ثابت وليس نتحدث عن حالات فردية وأحزاب وشخصيات فاسدة. اليوم أنا أتحدث عن الأحزاب الموجودة: الحزب الديمقراطي، الحزب الاتحاد الكردستاني، حزب الدعوة في المجلس الأعلى، البصرة، المنافذ، حتى طرق التهريب لهم محافظة، آبار النفط، الموانئ داخل البصرة. أتحدث عن معلومات دقيقة، وهذه المنطقة تابعة للحزب الفلاني، وهذه تابعة للكتلة الفلانية أو الوزير الفلاني، ولا أستثني أحد منهم نهائيا. فحتى الذين ليس لهم، وهم قلة جدا، صالح بذلك الأمر، هم مشاركين بسكوتهم وعدم تقديم شكاوي وفضحهم. وعادل عبد المهدي هو تكريس لما حدث سابقا ويحدث الآن. شكرا جزيلا لك من فيينا، الإعلامي والكاتب الصحفي سيد زياد السنجري.